بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي طالبات مدرسة المجتمع الثانوية، أهلا ومرحبا بكم. نستكمل دروس مادة الفيزياء للصف العاشر، معكم معلمة المادة الأستاذة احنا يا بنات انتهينا من الدرس الأول وخدنا اختبار عليه. النهاردة يا بنات هنبدأ الدرس الثاني، الدقة والضبط في القياس. قيمة الشهر هي الابتكار. إن الابتكار هو الطريق إلى التقدم والرقي، فكوني ابنتي مبدعة ومبتكرة. قيمة الأسبوع هي التطوع. حافظي وتمسكي بقيمك الوطنية الإسلامية. ابسطي يدك دائما بالتعاون والتطوع، فقد أمرنا الله تعالى بالتعاون. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كلنا يا بنات بنشوف الرماة وهم بيصوبوا الأسهم، امتى اقول على اللي بيرمي السهم ده اكثر دقة؟ لو كانت الأسهم كلها قريبة من بعضها، يبقى في الوقت ده لو تقاربت الأسهم مع بعضها البعض هقول هي اكثر دقة. اهداف الدرس: يتوقع ان تكون الطالبة في نهاية الدرس قادرة على ان تقيس بعض الكميات الفيزيائية الأساسية بطريقة صحيحة، تعدد أنواع الدقة في القياس بشكل صحيح. نطلع صفحة 31. ما المقصود بالدقة في القياس؟ هي مدى تقارب نتائج القياس عند تكرار عملية قياس الكمية نفسها عدة مرات. وفي الوقت ده أقول إن القياس بتاع الشخص ده جيد. يبقى أنا لو قلت لي، طلبت منك قيسي طول، وقلت لي ان الطول ده 12 12 1 من 10 12 2 من 10 12 3 من 10، اذا هم القراءات كلها قريبه من بعضها، في الوقت ده اقول ان القياس بتاعي دقيق. لكن لو واحد جه اول مره قال لي 12، بعد كده 12 و5 13 14 15 كده، القراءات بعيده عن بعضها، يبقى غير دقيقه. يبقى اما اجي اقول الدقه هي مدى تقارب نتائج القياس، اما اقعد اكرر عده مرات واقول في الوقت ده ان القياس جيد. ويوجد نوعين للدقة: حساسية الاداة ودقة الشخص. يعني الاداة اللي انا بستخدمها هي حساسة، وانا اللي بجري عملية القياس انا عندي دقة في القياس. قدامي صورتين، المسطرة اللي قدامي دي اللي هي الزرقاء. مالها المسطرة الزرقاء دي؟ التدريج بتاعها، لاحظنا ان التدريج بتاعها بعيد عن بعضه. تدريج اهو، نص، واحد، واحد ونص، اتنين. اما التدريج ده متقسم لواحد من عشرة، اتنين من عشرة، تلاتة من عشرة. بيقول لي مين اللي هقول على الاداة هنا حساسة؟ كل ما كان التدريج بتاعي كان قريب من بعضه، يعني التدريج صغير، كل ما هقول ان الاداة بتاعتي مالها حساسة. لو جيت قلت دلوقتي مين هامش الخطأ؟ ايه هو هامش الخطأ في القياس؟ بجيب اصغر تدريج عندي واقسمه على اتنين، عشان كده بقول ايه؟ نصف اصغر قراءة. اصغر قراءة عندي هنا واحد من عشرة، هقسمها على اتنين. او هنا نص القراءة بتاعتي نص، هقسمها على اتنين. كل ما كان هامش الخطأ بتاعي كان صغير، كل ما كان الاداء اكثر ايه؟ دقة. طيب ايهما اكثر دقة، قراءة الشكل ايه ام الشكل بي؟ وانا مغمض هو الشكل مين؟ بي. ليه؟ لان الاداء اكثر حساسية، التدريج بتاعها اصغر. ما المقصود بحساسية الاداء؟ هي مقدرة الاداء على قياس الكميات الصغيرة. ايه هي دقة الشخص؟ مقدرة الشخص على الحصول قيم او قياسات متقاربة. عبري عن قياس طول الأنبوبة المبينة بالشكل باستخدام المسطرة. الأنبوبة هنا القياس بتاعها، أما أجي أعد أدي واحد، واحد وخمسة من عشرة، ستة من عشرة، اتنين، اتنين ونص، ستة، سبعة، تمانية، يعني تقريبا اتنين وتمانية من عشرة. هامش الخطأ هجيب أقل تدريج عندي. أقل تدريج عندي بيساوي كام يا بنات؟ بيساوي 0.5. يبقى أقل تدريج عندي هو كام؟ 0.1 من عشرة، واحد من عشرة. يبقى أقل تدريج عندي هو 0.1 من عشرة.
عشان اجيب هامش الخطأ بقسم الايه نص اصغر تدريج، يعني بقسم 0.1 على 2، هيطلع كام عندي اما اقسمها على الآلة؟ هيطلع 0.05. هامش الخطأ يا بنات بنحط له كلمة قبليه زائد ونقص، يعني القراءة بتاعتي لا إما أزود عليها 5%، لا إما أنقص منها 5%. يبقى أنا هقول القراءة بتاعتي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 2.8، بحط هامش الخطأ اللي هو زائد وناقص كام؟ 0.05. يبقى انا دلوقتي قست مين الانبوبه وحطيت هامش الخطأ. بيقول لي حساسيه الاداه هي مقدره الاداه على قياس الكميات الصغيره، وهي متعلقه بتدريج اداه القياس. كل ما كان التدريج بتاعي صغير دي اسمها حساسيه الاداه، كلما كان تدريج الاداه صغير كانت حساسيتها للقياس اكبر، ويكون هامش الخطأ في القياس قليل، وهامش الخطأ يكون دائما مساويا لنص اقل تدريج عندي. يبقى نص اقل تدريج في الاداء اسمه هامش الخطأ. اي الاداتين اكثر حساسيه ولماذا؟ طبعا هل الاي ولا البي؟ اكيد اللي هي عندي اكثر حساسيه هي مين؟ البي. ليه؟ لان التدريج بتاعي صغير يكون هامش الخطأ اقل. دقه الشخص، ما المقصود بدقه الشخص؟ هي مقدره الشخص على الحصول على قياسات متقاربة، وتعتمد على مهارة الشخص. عندي طالبين عملوا قياسات، شوف القياسات بتاعتهم، القياسات بتاعتهم هي عبارة عن ايه؟ أول طالب عندي القياس بتاعه كان 1.8، والتاني قراءة لي 2.4، تالت قراءة 2.6. هل هم قريبين القراءات من بعضهم؟ لا. تعال نشوف اللي بعده، الطالب التاني كانت 2.4، 2.4 نفس القراءة، 2.3. القراءة بتاعته مالها قريبين وفيهم كمان قراءة متكررة، يبقى مين اللي أكثر دقة؟ هقول مين؟ الطالب رقم 2. الطالب رقم 2 ليه؟ لأن القراءات متقاربة، القراءات بتاعتي مالها متقاربة. ما نوعي الدقة في القياس؟ قلنا نوع الدقة في القياس هو إيه؟ دقة الأداة ودقة مين؟ الشخص اللي بإيد، أو حساسية الإيه؟ الشخص. بناتي لخصي ما تم دراسته في الدرس بالإجابة عن الأسئلة الآتية. عرف الدقة، ها؟ سمعت البنات إيه هي الدقة في القياس؟ قلنا دقة القياس هي إيه؟ تقارب القيم المقاسة مع بعضها البعض. إيه نوعي الدقة؟ قلنا دقة الأداة ودقة الإيه؟ الشخص. إيه هي حساسية الأداة؟ قدرتها على، برافو، انها تقيس الكميات الصغيره. ايه هي دقه الشخص؟ دقه الشخص هي تقارب القيم المقاسه مع بعضها البعض، ودي بتعتمد على مهاره الشخص. تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق، اشكركم، ارجو المذاكره اول باول.